نمضي ونختتم هذه الجولة معك أستاذ النور من صحيفة السوداني، وفيها نقف مع هذا الخبر الوطني. مفاجآت سارة خلال الأيام. كشف رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني دكتور عبد الرحمن الخضر عن مفاجآت سارة تتعلق بتحقيق السلام، وقال إنها ستعلن خلال أيام. وامتنع الخضر في ندوة عن الانتخابات ومستقبل العملية السياسية في البلاد عن تقديم أي تفاصيل بشأن طبيعة تلك المفاجآت، مؤكدا ضرورة تحقيق مستحقات أبرزها تحقيق السلام في البلاد وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، انتخابات وصفها بأنها ستنال رضا الجميع داخليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى سعي حزبه الجاد للتداول السلمي للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2020. ما هي البشريات التي يتحدث عنها الخضر؟ طبعا الخضر يتحدث عن بشريات في السلام ولم يذكر أكثر تفصيلا. نعم. طيب الاحتمالات هي فرضيتين. الفرضية الأولى أن هناك تغذ مفاوضات، هناك مفاوضات سرية الآن تجري مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بجناحيها، وهناك مفاوضات سرية تجري مع بين الحكومة وحركات المتمردة في دارفور، خاصة حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي. والأغرب هو الثاني، أنه هذا الاختراق سيكون في ملف دارفور، لأنه هذه المفاوضات حسب علمي يعني حققت تقدم كبير. المفاوضات المتعلقة بحركات دارفور، خاصة حركتي العدل وحركة تحرير السودان، حققت كثير من التفاهمات، وأعتقد أن هناك الآن رسل بين عواصم أوروبية والخرطوم في هذه التسويات الجارية بين الحركات دارفور والحكومة، وتوقع أنه قبل نهاية العام ستعلن اتفاق مع بعض هذه الحركات، إن لم يكن مع الحركتين، إن لم يكن مع واحدة منهم. يعني ظل البعض يرى أن مثل تلك التطمينات هي لا تزال حاضرة في المشهد السياسي السوداني وفي المشهد الخدمي وحتى مشهد إدارة الاقتصاد. يعني كثيرا ما جرت على ألسنة قيادات بارزة بالمؤتمر الوطني دون أن تنزل إلى أرض الواقع. من هذا الباب يرى البعض أن حديث الخضر يمكن أن يندرج تحت ما ذكرنا الآن. يعني ما الشيء الذي يجعل حديث الخضر جديدا وجادا؟ طبعا دائما لأن المفاوضات السرية لا يعلن عنها قبل اكتمالها، لأنه يمكن أن تجهض هذه المفاوضات. ولكن الآن عمليا نحن أكثر من عامين لن تنطلق الرصاصة في منطقتين أو في دارفور إلا في منطقة جبل مرة، وبالتالي هذا الأمن والاستقرار النسبي الذي تحقق لا يمكن استكماله إلا بعملية السلام، لأنه هذا أمن واستقرار هش، لأنه هذه الحركات الآن لأنها ضعفت والأوضاع الإقليمية لم تكن في صالحها والأوضاع الدولية لم تكن في صالحها، وهجرت من مناطق قتالها، مثلا حركات دارفور الآن في الجنوب وفي ليبيا، وبالتالي هي الأغرب أنه توقع اتفاق سلام مع الحكومة هذه الحركات، لأنه أيضا لم يعد لديها كثير مناورة وكثير خيارات. الحكومة من صالح الحكومة من صالح البلد أيضا أن يتحقق السلام، لأنه رغم أنه لا توجد حرب، ولكن الصرف على الأمن والدفاع لم يتراجع كثيرا، لأنه هناك حالة استعداد في القوات النظامية لاحتمالات أي يمكن تنفجر الحرب، وبالتالي استعدادات العسكرية أدت أنه هذا الإنفاق العسكري لا ينخفض كثيرا. وبالتالي المطلوب الآن ليصلح الاقتصاد أن نصلح السياسة بالسلام، تقديم تنازلات متبادلة لتحقيق السلام، تسوية سياسية مع أقوى نداء السودان المعارضة للحكومة السيد الصادق والمكونات، وبالتالي يمكن أن تتحرك عملية السلام أعتقد. والمجتمع الدولي أيضا يشجع، يعني المجتمع الدولي الآن يشجع كل الأوضاع في الغرب الأفريقي، مصالحات بين أثيوبيا وأريتريا، أريتريا والصومال الآن جيبوتي وأريتريا، هذه مصالحات تؤدي لاستقرار إقليمي. جنوب السودان هو الأحد المقبل يمكن أن تطول الحرب باتفاق في الخرطوم، وبالتالي هذه الأوضاع السودان ينبغي أن يستفيد منها أيضا بتحقيق السلام حتى يكون هناك أمن واستقرار كامل، ويستفيد من الأوضاع السياسية بأنه يكون واحد السلام في منطقة الآن يشملها السلام، ويتحقق عبر السلام استقرار سياسي واستقرار اقتصادي أيضا. يرى البعض أستاذ النور يعني أن المؤتمر الوطني حتى وإن توصل الاتفاق مع أي من الأطراف الداخلية أو الخارجية لن يستمر هذا الاتفاق طويلا، لأن المؤتمر الوطني يعني بارع كما يذكر هؤلاء في تنفيس الاتفاقيات بدلا من تنفيذها وإنزالها على أرض الواقع. طبعا المؤتمر إن صح كان هو يراوغ ويلعب على عنصر الوقت والتكتيكات، ولكنها هي وصلت مرحلة النهائية، هذه أيضا عملية كسب الوقت والمناورات لديها نهاية أيضا، أعتقد أنه وصلت نهايتها في السودان، لأنه الأوضاع الآن السياسية والاقتصادية ليست جيدة، وبالتالي لا ينفع مع المناورات، وإنما تحتاج إلى تنازلات حتى يتحقق الأمن والاستقرار، لأنه لو لم تحدث تنازلات من المؤتمر الوطني وجدية كاملة فإنه سيخسر كثيرا، خاصة نحن الآن الأوضاع الاقتصادية ستخصم من رصيده السياسي وهو مقبل على الانتخابات، يتحدث عن الانتخابات.
طيب إذا ظلت الأوضاع الاقتصادية بهذا الشكل فإنه بلا شك سيخسر الانتخابات، لأنه لا أعتقد أنه مواطن الآن لا يستطيع أن يعيش يمكن أن يدلي بصوته للمطور الوطني أو لغيره. وبالتالي من مصلحة المطور الوطني أن يكون جادا وحريصا على تسوية سياسية وعلى الأمن والاستقرار، ويتجنب سياسة المناورة وكسب الوقت. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ النور أحمد النور، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، سعدنا برفقتك اليوم. شكرا جزيلا.